نظن كذلك المباراة نتاع اليوم ما كانش الخصم اللي كان كيما حنا ولا كان خير منا، ولكن اعتقد انه المباراة راحت لنا في الشوط الاول، وان كان نقص في التركيز اللاعبين خاصة في بعض الفرص تاع هجومات سريعة، اللي اللاعبين ما فضلوش اللعب الجماعي على اللعب الفردي، وضيعنا يعني فرص ممكن تاع فتح التسجيل. طبعا هذه ثاني كنا نرجع للمونتاليتي تاع اللاعبين تاعنا، في بعض الاحيان يميلوا للشيء هذا شيء طبيعي، ولكن لما يكون فيه الاسراف يعكس سلبيا على المجموع المردود الجماعي. طبعا كذلك ما عندناش في الاحتياط يعني لاعبين اللي ممكن يعوضوا اللاعبين الاساسيين الى اخره، وهذه صعيبه علينا. شفنا في الوضعيه اللي رانا فيها شويه صعيبه بان يكون توازن في الفريق، ولكن هذا ما يمنعش انه ادينا في معظم الاوقات مباراه يعني فوق المستوى، ولكن كذلك النقص كي يشوفوا الفرص اللي راحت لنا في اخر الشوط الثاني كذلك يعني النقص نتاع التركيز، يعني الفرص كانت للاعبين نتاع البدلاء اللي كانوا من المفروض باش يكونوا افيك بلوس دو فريشور، ولكن هذه هي ممكن اوسي لا بريسيون اللي راهي عليهم كذلك. وكذلك لازمنا نستعرفوا بلي حنا اللي ما كناش كما لازم الحال في الاوقات اللي لازمه. هذه هي المباراه القادمه امام شباب الابيار اللي ستشهد غياب احد ابرز اللاعبين على التشكيله هو غضبان خرج بطاقه حمراء، زاد ورطكم اكثر. طبعا هذه اشياء اللي تحدث في اللعب، ولكن كما قلت في اللقاءات الاخرى على الحكام كذلك باش يعني يتصرفوا بطريقه اكثر بيداغوجيه باش يمنعوا هذه التصرفات نتاع اللاعبين، واللاعبين كذلك ماهوش من حقهم باش يتصرفوا بالطريقه هذيك. اذا طبعا يخلص اللاعب اللي يرتكب خطا قانوني ولا نتاع كره القدم يخلص، وماشي هو اللي راح يخلص، الفريق هو اللي راح يخلص، وهذه اللي اللاعبين ما يفهموهاش في بعض الاحيان، وين تفوق المصالح نتاع الشخصيه ولا نقولوا هذاك لافيرتي دو سوا ولا واحد يسبه ولا، ولكن بعد في ظهره هو الفريق، هو اللي المجموعه هي اللي تدفع الثمن. ومن الناحيه البسيكولوجيه اللاعب الجزائري بعيد بزاف على المستوى اللي لازم، اللي رانا نشوفوه في كل يوم على الشاشه، ولكن احنا ما زلنا بعد. الفريق يواصل نصف النقاط، شيخ دخل الديار الرابع اربع تعادلات، هل الملعب هو اللي ماش يساعد الفريق؟ لا ما عندهاش، ما لازمش نشوفوا لي زيكسكيوز في الاشياء هذو. قلت بانه كنا ممكن كان المفروض علينا في الشوط الاول المباراه نحسموها، في الشوط الاول كان المفروض باش نحسموها، لانه يعني كان نقص التركيز والميول للجانب الفردي اللي خلانا وصلنا ل يعني لقسم النقاط ونقطه واحدة ما تساعدناش حنا. طبعا طبعا يعني ما زالت القدام، نظن انه الفريق راه في تحسن، ممكن عندنا صح نحسوا باللي ما عندناش بدلاء اللي قادرين يعوضوا بسهوله اللاعبين الاخرين، ولكن التحسن راح نشوفوه من مباراة لمباراة. هذه زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.